قاعد اصلي واسبح. هربان من ايه يا كامل بالسبحة والسجادة؟ هربان من نفسي اللي قدرت عليها. وش معنى هنا بالذات؟ حتة رايقة وما فيهاش حد. مين اللي قال ما فيهاش حد؟ دي فيها احسن حد، ولا نسيته يا ولدي؟ مينو يا ابوي؟ مرعي. احنا شلعناه من هنا. يو يا حاج، ما فاتت سنين ولو 100 سنة. ايه اللي عارفه يا كامل ومدري عني؟ انا ما اعرفش حاجة. لا تعرف، تعرف كل حاجة. ايه اللي جابك هنا؟ ليه ما كنتش معاهم يوميا؟ ايه اللي تعرفه؟ رد. ربنا بس هو العالم يا ابوي، انا اللي اعرفه قلته. مالك؟ مالك يا ابوي؟ تعبان يا ولدي، وكل ما اهدى يجي تعبان يعضني في حته ويمشي. سلامتك يا ابوي، نروح لدكتور، ربنا عمل الطب والدواء. وجعي مش عاوز دكتور يا كامل، وما فيش منه شفاء. لو تعالجت منه اموت، ولو عشت بيه اعيش موجوع. ربنا هو الطبيب يا ابوي. ربنا المطلع على قلوب الناس وضميرهم. ساعات احس انك في حالك، كافي خيرك شرك. وساعات احس انك ساكت على حاجات مش عاوز تقولها ومتداري في سبحتك. زي ما تقول هربان من روحي يا ابوي. هربان من روحك بس، ولا من روح تانية عارف عنها حاجة؟ والله يا ابوي انا كل ما افكر في الدنيا دي الاقي طولها كد عرضها، ما فيش فيها فرق بين الحي والميت. يعني لا ميت عني بعيد ولا حي مني قريب، يعني مرعي زيه زي اخواتي العايشين. انت بتاع ربنا يا كامل، هتشوف اخوك في الحلم، في الحقيقه هتشوفه. وحد الله يا ابوي، مالك؟ عكروني يا ولد، كل شويه حد يرمي قالب في موجي ويمشي. عجب ذكري خير. تفضل معنا يا حاج ابو ذكري، عايزينك في المركز. قاعد عاوزني انا؟ ايش اللي حاصل؟ اتفضل يا حاج وخلاص، هناك هتعرف. البس عبايتي واجيب عربيتي. اتفضل يا حاج. وانت عليك عفريت اسمه تفضل يا حاج. تفضل يا حاج. هتدفع تمن ده غالي قوي، ما هو اللي ما يعرفش يقول تفضل يا حاج. طب اتفضل يا حاج. يا برضو مين بس؟ وقال لك ايه؟ دود المشي منه فيه. سيبك من المشي ومن دوده. قالت لي زقوه في المصرف، ولدك كامل يعرف. مين؟ مش مهم اللي قال، المهم اللي حصل. يا ابوي ده قدر ربنا، حد يزقه. والله يا ولدي لو من جوايا اعرف انه مات موتة ربنا مش بفعل فاعل، كنت صبرت ورقت وسلمت امري لله. لكن انا مش مطمن. ومن ميتك كنت مطمن؟ قصدك ايه؟ طول عمرك قلقان على البلد وعلى الشغل وعلى عيالك وعلى العايش والميت. سلمها لله. لا اله الا الله. اسيب السايب في السايب؟ اسيب دم ولدي؟ احط راسي في الطين واهرب زيك؟ لا، في ناس ربنا خلقهم يبقوا مسؤولين عن ناس تانيين. ما ينفعش يرموا الأمانة ويقعدوا على البحر يسبحوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ما أقدرش غير على كده. خليك في اللي أنت فيه، يمكن ربنا جعلك باب رحمة لينا عنده. خليك كامل. لو جه يوم وعرفت انك كنت مداري عني حاجة وسكت، حيبقى الباب اتكسر، وساعتها يا ولدي مفيش رحمة. خليك يا حاج. خالتي وكلنا عم نغلطوا. قلت اجرب حظي في بلد تانية ومع مرة تانية وما نفعش، وديني رجعت وقاصد خير
وفي الأول وفي الآخر بنتك مرتي. صح يا ولدي، بس انت سبتها. أبوس رجليها. وبعدين عجبكم قعدتكم دايما غير راجل؟ الفدانين بتوعكم مثلا هتعملوا فيهم ايه؟ أجرناهم يا ولدي. شفتي؟ اها، لازم راجل يمسكهم ويتولاكم ويلم عنكم كلام الناس ويملالك البيت عيال. قلتي ايه؟ حد يقول للستر له يا ولدي؟ بس ترجع فرحة وقولها. ترجع من فين؟ من بيت الحج محمد أبو ديار، عطرطلع بنت تقوى صاحبتها الله يرحمها. ايه؟ الله يرحم الميت والحي، مال احنا ومال البيوت. هدي هدي يا ولدي، عيب عليك، وانا قلت لك راحت بالأجرة، ده ثواب لله. خلاص لا تقولي ولا تعيدي، دول هم طلقتين بس اللي طلقتهم لبنتك، وديني جيت يعني رجعتها. يعتبر رجعتها كيف؟ رجعتها هاخد شقلع وعسل لي ساعتين، تيجي فرحه تلاقي جوزها مستنيها. مداح استنى يا ولدي. الو. ايوه يا حاج، ابن عم سيادتك عندنا. ولد عمي مين؟ الحاج ذكري يا حاج، في موضوع رشوه للمهندس رأفت، مهندس العمليه بتاعتكم، والمهندس بيني وبينك مصر يكمل الموضوع للاخر. قلنا نقول لحضرتك برضه، والحاج يخصك. ايوه طبعا، فيك بركه، انا جاي حالا. واحنا يا حاج ما تقلقش، الحاج ابو ذكري في الحفظ والصون. لا يا بيه، عملوه زي اي مجرم، ولو لزم الامر تحطوه في الزنزانه حطوه، انا جاي حالا. همي يبكي وهمي يضحك يا ابو ذكري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي يا ولد عمي، والله حبيب. حتتلم ولا مش حتتلم؟ حتلم بس طلعني من الغرقه دي. شفت دلوقت اي واحد يقول اي حاجه على الكبير يتبادل كده على الكلام. مين الكبير؟ انت الكبير يا ولد عمي، بذمتك تعقل دي؟ انا قرش البشمهندس بتاعكم. طب ليه؟ هي حاجة غريبة فعلا. ده المهندس بتاع العملية بتاعتكم انتم، قرشيها انا ليه؟ المصلحة. الراجل اللي انت بعته اعترف. كذاب ومبهتن وملطش. هو اي عيل صغير عايز يعمل لنفسه قيمة يقول على كبراته اي كلام. استنى ابو ذكري، معلش يا باشمهندس، اكيد دي حركة عيال صغيرة يعني، اكيد مش قصدين. يا حاج الراجل اعترف. انت مين يا ولدي؟ ده الواد الفجري مرسال، ولد غريب العمش. ما انت قلت ما تعرفوش. باشمهندس، ما انت عارف ان بلدنا صغيرة وكلنا نعرف بعض، والواد ده مدبوب عنده ربع ضارب، تعبان خالص يا باشمهندس. شفت؟ لا عيان بجد، ومعاه شهادة معاملة أطفال، وأمه ما عندهاش غيره، عشان خاطري سامحه يعني، خليها عندي. ماشي يا حاج، كتر خيرك. آخر مرة. شفت يا ولد عمي؟ العيال مش مربايا. طب تليت بالله العظيم لا اضربك. اختش يا ابو ذكري، ما انت اللي باعته. بقول لك ايه يا حاج، ما هو مش عشان طلعتني تعمل فيا كده. ايوه انا كانوا حيطلعوني عشان كبير عيله، يعني بيك من غيرك حيطلعوني. حمدان نزلي على مرسال. امرك يا حاج. خلاص نخش جوه تاني المأمور ونحكوا الحكايه من الاول، وعالم ربي وشاهد، لا طلع الواد لامه وبيتك مكانه ابو ذكري. خبر ايه يا حاج؟ هو في حد كبير في البلد غيره؟ يا ابو ذكري، ربنا وربنا ان شاء الله هيخليك صغير 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 لحد القيامه ما تقوم. حمدان امرك يا حاج.